استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بحضور سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم هذا اليوم في قصر الصافرية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المعظم للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة بابكو إنرجي إنرجيز بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة بابكو إنرجيز. وأشاد جلالة الملك المعظم بالدور الحاسم الذي اطلع به سمو الشيخ ناصر بن حمد في قيادته لمسيرة تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين. أعرب جلالته عن شكره وتقديره لكافة العاملين والمنتسبين للمجموعة والشركات التابعة نظير عطائهم المتواصل وجهودهم الصادقة التي تسهم في تحقيق إنجازات رائدة تهدف لإعلاء راية الوطن على المستويين الإقليمي والدولي بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة. أشار جلالته إلى ضرورة أن تتماشى خطة التحول في قطاع الطاقة مع المشهد العالمي من خلال تشجيع الابتكار وتبني أفضل الممارسات العالمية بما يسهم في تحسين كفاءة تشغيل العمليات ورفع مستوى الإنتاجية لضمان التميز التشغيلي والوصول إلى الحياد الصفري. كان سمو الشيخ ناصر بن حمد قد قدم أمام جلالته عرضا تفصيليا حول الاستراتيجية التشغيلية للشركة وإطلاق مشروع تحول الطاقة في مملكة البحرين والمتمثل في تحول بابكو إنرجيز إلى شركة قابضة من شركة قابضة تقليدية تركز على النفط والغاز إلى شركة طاقة مبتكرة وتقدمية وطموحة تدعم أمن مستقبل الطاقة وتركز على الطاقة المتجددة تحت شعار طاقة لأجيال قادمة. تماشيا مع رؤية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتطلعات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. واستعرض سموه الإنجازات والنجاحات التي تحققت في عام 2022 وحتى النصف الأول من عام 2023 إلى جانب التقدم المحرز في مشروع برنامج تحديث وتطوير مصفاة بابكو وأنشطة واستكشاف وإنتاج الغاز التي تقوم بها شركة تطوير للبترول. في الختام جدد سمو الشيخ ناصر بن حمد التزام بابكو بالاستثمار في تنمية الخبرة الرائدة لموظفيها ومنتسبيها والبناء على شركاتها العالمية استراتيجية لتتماشى أعمالها مع هدف تعزيز دور مملكة البحرين في مشهد الطاقة العالمي بما يحقق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.